السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم بخير. I hope you are everyone good. So in this podcast, في هذه الحلقة نريد تكلم عن بعض المشاريع العلمية scientific projects. Yeah, you know I am study two specialty. I am study maintenance and serial with sociologies. بطبيعة الحال في المناطق تاع العمل أنت تحتاج أن تكون دائما يعني في حالة safety, يعني في حالة situation safety. Yeah, because you need working safety. تحتاج تعمل بشكل آمن. أيضا كما تلاحظ في فيديوهات شورت ما يتعلق بهاندل كرافت, ما يتعلق بالحرف اليدوية. هذه الحرف اليدوية تمتد من نفس نوعها, حيث أن نعلم في الاقتصاد تلك القاعدة التي let them اتركه يعمل, اتركه يمر, let them قاوم يمشي. Yes, هذه لأدم سميث الذي جاء بـ Invisible Hand, اليد الخفية كما نحن نعلم في التاريخ. بطبيعة الحال هذه المشاريع التي نود الحديث عنها هي مشاريع تحتاج الدعم. We need support. نحن نحتاج الدعم. لهذا لا تنسى سبسكرايب بليز حتى تعم الفكرة وكذلك تصل إلى شرائح مختلفة. So I record now this video and ندير في ما يسمى الآن تسجيل هذا الفيديو من أجل الحديث عن الأعمال في المؤسسات الصناعية. في المؤسسات الصناعية نجد different works. Yes, separate بين works, يعني different works, يعني هناك العديد من الأعمال. هذه الأعمال تقوم بتنظيم الإنتاج, organize product. هي تقوم بتنظيم الأعمال داخل الشركة, أنت the company. Yes, أهم ما نجده في أغلبية المؤسسات, يعني خاصة المؤسسات الصناعية industrial company, ماذا نجد؟ We find, نحن نجد different specialization, يعني أشخاص لديهم تخصصات مختلفة, وكذلك different work. Yes, divide job between works, تقسيم العمل بين العمال. نأخذ مثال على مؤسسة ريسايكل. مؤسسة هذه الريسايكل أنا عملت فيها. بطبيعة الحال ماذا تقوم؟ تقوم بإعادة تدوير البلاستيك, يعني ريسايكلين بلاستيك, كما يمكنك أن تلاحظ ذلك على فيديوهات الشورت. لهذا لا تنسى بطبيعة الحال صديقي العزيز بالاشتراك. And what you need exactly when you start scientific like this about recyclage, you need now something about electric and electromechanic with mechanic. يعني تحتاج تعرف القليل من الميكانيك والقليل من الكهرباء والقطع الكهربائية. هذا كلهم تريد, يجب أن يكون لديك استطلاع حولهم. آسف أعتذر. نعم, أيضا هذه الشركات فيها كما كنا نتحدث فيها تقسيم العمل. تقسيم العمل, هناك من يقوم مثلا بالحمل, يقوم بحمل المواد الأولية بريمير, هذه المادة الأولية. ثم هناك من يقوم بتقطيع كاتين, يقوم بالتقطيع, تقطيع يعني لا يقوم بالرمي, يقوم بالتقطيع
يسموه في المؤسسات يسموه الديشي، يقوم كاتين برودكت هذا للفائض، الفائض في داخل المؤسسة، يكون فائض داخل المؤسسة، بعد ما يقوم بتقطيعه ويخرج نوعا ما برودكت هو مادة أولية. ننتقل من هذه النقطة إلى نقطة مزج الخليط. هذا المزج يكون بين عدة مركبات وعدة مركبات بلاستيكية، يعني ذات هاف كولور، عندها لون، أيضا عندها ميزان، يس كيلوغرام ولا غرام ولا كذا على حسب الوحدة اللي يمشوا بها. ثالث حاجة يعني لديك كونتيتي معينة تقوم بملئها في دلو، لكن نقول احنا دلو كبير، هذا دلو كبير يعني تمتصه الآلة، بعد يعني ديزورب تمتصه الآلة من أجل يعني يذهب، يعني نلاحظ في هذه الآلة وجود عدة موصلات كهربائية تبدأ من موتور، تجد حركة الموتور، ثم تجد الأمبير الذي يقوم بتعديل التيراج، هذا تعديل التيراج من أجل الحصول على نوعية معينة أو ميزان معين بكميات معينة. نعم، على كل حال أتمنى أن تكون أفادتكم هذه الملاحظات، على أمل إن شاء الله في المستقبل على تقديم نقاط أخرى فيما يخص هذا الجانب. أما فيما يخص السوسيولوجيا وعلم النفس وكذلك علم الإنسانية والاجتماعية، نعلم أن هناك لدينا منهج عابر للتخصصات. هذا المنهج العابر للتخصصات يكون منهم في الماستر أو في الدكتوراه على اطلاع به، كما يشير إلى ذلك كتاب موريس أنجلس. نعم، موريس أنجلس، منهجية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. تتداخل العلوم الإنسانية مع العلوم الاجتماعية في جانب، وهو المنهجية، يعني لا ميثودولوجي، لكن يفترقان في أن ذلك موضوعه الإنسان subject هيوم، عند هذاك موضوعه الأشياء subject things، يعني هنا كان اختلاف. ونحن عندما ندرس الإنسان ليس مثل ما ندرس الآلات، لكن نحتاج دراسة الإنسان من أجل تسيير عملية الإنتاج. نحن دراسة الإنسان كما نعلم أنه نظرية مايلو، نظرية هنري فورد، أيضا القوانين والنظريات التي جاء بها آدم سميث. إن شاء الله نبدأ تدريجيا مع بعضنا بعض في كل يوم أو كل أسبوع باكتشاف جديد عن المنهجية، وكذلك عن هذه العلوم التي تعنى بالريسيكلاج. وبطبيعة الحال أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا في علم الاجتماع وكذلك علم الإنسانية والاجتماعية، أنهم يتحدث علم الاجتماع أو العلوم الإنسانية أو العلوم النفسية، نجد الكثير من المناظرين هم لا يطالبون بالمستوى الثقافي أو المستوى، يعني هذه أنا تفاجأت صراحة عندما وجدتها في علم الاجتماع وكذلك في علوم التسيير والعلوم الإدارية. هم لا يطالبون بالمستوى بقدر ما يطالبون بالخبرة، بالإكسبرينس، يعني يكون عندك خبرة، هذه الخبرة هي التي تؤهلك. لهذا أنت تحتاج القيام بالعديد من كما نقول إحنا الدورات، هذه الدورات ترفع من قيمتك، value works، يعني قيمة العامل، قيمة العمال ترفع منها، حيث أن العامل مطالب بتكرير، يعني يقوم بتكرير المهمة مرات عدة، وهذا نجده أيضا في أعمال أنتوني ديدنز، والذي هو معروف
معروف ب يعني هو مستشار السياسة لتوني بلير، والذي هو أيضا معروف بجانب مهم، وهذا الجانب هو النظرية الثنائية ولا الانعكاسية. المهم أتمنى أن بعض الأفكار التي كانت مبهمة عليكم في اليوتيوب هنا أو في صفحتي على الفيسبوك قد اتضحت، ومن فضلكم لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، لأن هذا الدعم هو الذي يحفزنا على تقديم الأفضل. و see you next time إن شاء الله، في المرة القادمة سوف نضح أعمال توضيحية تكون أكثر فائدة.